بالغاي اختفى الآن، لكنه سينقض علينا عندما يحين الوقت. يجب علينا أن نحتاط منه ونحمي القبيلة. الحمد لله يا سيد غوندوز، عاد الثقة الأهالي بمجلسهم، وبهذه الحالة حتى وإن جاء بالغاي فإنه سيواجه مقاومة قوية. من الجيد أن عثمان لم يقتل السيد دوندار رغم كل شيء، أليس كذلك؟ لأن تأسيس اتحاد القبائل يستغرق وقتا. هذا صحيح، معك حق. هل تأذن لي يا سيد غوندوز؟ ادخل يا أخي. تفضل يا أخي. أخي، يجب أن نعثر على بالغاي. لقد فقد كل شيء، من المحتمل أن يهرب إلى قونيا، وإن لم نمنعه نحن سيضاعف قوته ويعود. ماذا سنفعل إذن؟ بماذا تفكر يا عثمان؟ في الحقيقة إن أذنت لي أريد أن أخذ كونور وبوران وأذهب خلفه. سأصطاد بالغاي قبل أن يذهب إلى قونيا. يا ولدي، ماذا إن لم تستطع إمساكه؟ ماذا إن وصل لقونيا؟ إن جاء أجله لن يستطيع الهرب يا سيدي، حينها سأخذ روحه في قونيا. أحسنت قولا. استمعوا لأخبار القلعة، فصديق في مهمته وينتظر خبرا منا. قريبا جدا سترفرف راية الكاي على قلعة كولوجا حصار بإذن الله. أحسنت يا بطلي، بأي حال لا تقلق أبدا، كان الله بعونك. حفظك الله، سلمت يا سيد بامسي. أخبرت الغازي عبد الرحمن أن يجلب دوندار قبل الجنازة ليقم هو وزوجته بواجبهما الأخير تجاه ابنهما قبل نفيهما. أخي، لا أحد يعلم بأن دوندار على قيد الحياة. لقد أخفيت الأمر لأعرف من وراء مقتل باتور. عن ابنكما.